ما الاربع سنين بيطلعوش. دول اللي كان لا كابتن احمد لسه بيتكلم فيهم الاهلي كان بيبقى مقفول عليه، لكن دلوقتي الاربع سنين دول يا كابتن وليد لا بس يا كابتن برضو وليد انا بنفس ال... النهارده طب انا اقول لك حاجه، انا يعني ايه صحفي في النادي الاهلي او بيغطي النادي الاهلي، صحفي النادي الاهلي ومثلا مشتغل في جريده بره ما يعرفش القائمه اللي نازله؟ اتحداك هو عارف بس عمره ما هنشرها بره او يقولها. لا يا هي كابتن ده لا في فرق، في قليلين قوي فرق. يعرفوا. لا 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 ما مش طيب مش لا مش في ايوه طيب ما انا قليلين بقى ممكن طيب يبقوا لقيتك عارفين، ما انا بس بقول برضه مش هيقدروا وما اقدرش يدوك القايمه يتكلم. طب ما كامله. انا ما اللي اقدرش بقول، اتكلم. طب ما ده اللي انا بقول، طب طب ما ماشي، انا بقول هو الفكره لا ايه؟ كابتن طلع الاثنين ثلاثه اللي هم مكملين مع كابتن خطيب لا الاربع انا سنين بتكلم اللي بوجه جايين. عام، لا انا هو ماليش بيتكلم في دعوه بوجه ب عام، مثلا فلان الفلاني عارف مين اللي اه ده نازل الفرق يعني، فهيتكلم مش ده مش هيتكلم مش سبق او هيقول. انا بس كده كل يعني. اللي عايز اقوله في الاول وفي الاخر مفيش حته في العالم فيها مثاليه، ولكن في حته قافله على نفسها، الكلام ما يخرجش براها لحد ما الكلام يخلص ويبقى يطلع اصل قفل باسلوب. على ايه يا فوزي؟ ده نادي يا فوزي، انت المشكله بتتكلم مش في كده، المشكله يعني ان اكيد في ناس عارفه والكلام ده. الفكره خلي بالك ده حاجه ايجابيه، انا مش دي حاجه بقول، دي فانا بقول ميزه. لك انا ابقى عارف مثلا ان القائمه بتاعت كابتن الخطيب نازله بالاسماء ومين المستبعد وما اقولش، ده حاجه ايجابيه. ده اه ميزه، ده ما انا بقول ميزه. لك حاجه ايجابيه، لكن ممكن في بعض الانديه لا، ده انا اروح اجيب ما اعرفش ايه واحطه في جريده تانيه عشان يبقى صحفي، دي مشكله، هي دي المشكله. فهي الفكره ان الناس مختلفه، لكن مين اللي بيحب النادي؟ مين اللي هو من جواه كويس؟ اللي هو مش عايز هتلاقيهم يطلع اللي هم اسرار؟ اولاد النادي قوي 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 مفيش حاجه اسمها المتأصلين. ولاد النادي، انا ما اه والله بكرهش يا ولاد النادي كابتن اسمين اسمع والله. كلام، انا ولاد عايز اقول لك على النادي حاجه، انا ولاد زيك النادي. في الاهلي بس طيب هو لا عندك انا نفس بتكلم الفكره. عموما، لا انا بتكلم عموما يعني. هو مثلا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه يعني، هو انا لعبت في النادي كابتن احمد الاهلي. ده عنده حاجه مش عايز لا يقولها بس يعني انا لازم تضغط عليها لا شويه. انا اتفضل انا عايز بس افهم كده عشان اوعى حته ولاد بس خليني النادي. اوصل لك لا بس. ولاد النادي، اه خلينا فهمت في ولاد النادي الفكره. يعني. مثلا لو جبنا امثله في النادي الاهلي مثلا، مثلا ماشي. بركات ابن النادي، لا خالد بيبو ابن النادي، لا تريك. كله اه قعدوا قد ايه في النادي؟ تريك اللي لعب 6 شهور في النادي الاهلي بقى ابن النادي الاهلي. ده خلاص ده ابن الفكره النادي. الفكره لا انا ده مش ابن بشاور النادي. عليه، لا لا انا بس مش انا بشاور بقول ان عليه. هو ابن النادي ومع ذلك لا ما هو هو ابن مش النادي واخد طبعا فوزي. دي ملهاش لا حساب، بس هي ملهاش الفكره حساب. ايه؟ انت لعبت مثلا يعني فريق اول قد ايه؟ عملت انجازات قد ايه؟ الكلام ده كله. مع احترامي يا المشكله انا كابتن. بقول لك، هو مشكلتي عندنا في نادي الزمالك اه ان ولاد النادي لا يعني يقول معلش لك اللي هو هنقف هنا ثواني اتفضل. عشان بس لا هنقف هنا بس ثواني. حضرتك بتقول بتجيب لي بتقارن ما بين مش مجلس بقارن، مش إدارة بقارن. الأهلي، لا مجلس إدارة الأهلي، وبتقول لي لعيبة في النادي الأهلي صح؟ في فرق يعني ايه؟ يعني، بتقول لي لا لا بركات، انا بقول بتقول لك، لي لا انا بقول عشان نبقى لحضرتك، موضحينها بس عشان نبقى احنا فهمناها صح. لا ولاد النادي، ولاد انت بتقول ولاد النادي، اه فانا دخلت في حته ماليش دعوه بقى بمجلس اداره انا يعني. انا بتكلم في ولاد بتكلم النادي عموما. انت بتتكلم كاولاد النادي مش ككوره. كمجلس اداره، انا اللي فهمت غلط. اه اوكي فولاد النادي اوكي اللي هو مجرد ان انت لعبت في النادي الزمالك او في النادي الاهلي او الكلام ده كله، خلاص انت اوريدي بقيت في النادي. لكن في انديه دي ميزه في النادي الاهلي. هقول لك في نادي الزمالك، لا في نادي الزمالك مشكله يعني اللي هو ايه؟ لازم يكون من قطاع الناشئين عشان تبقى ابن النادي. حاجه صعبه جدا لا وحاجه فكر قديم انا جدا. بقى اقول لك انت بقى بينطبق عليك ان انت في نادي الزمالك ولا ما بتروحش؟ انا لعبت 8 سنين في فريق بتحس اول، لا لكن المعامله لا انا وغيري. اعترم عليك انت لا ما اقول اللي لك جاي مش تحس ان انت ابن نادي لا الزمالك. لا الناس توصل لك، لكن انا غصب عن الناس اللي من الزمالك، لكن الناس بتوصل لك بيتعاملوا معاك ان ان انت انت او الناس اللي هم اختاروا نفسهم من ولاد النادي وعاملين كتله هم دول ولاد النادي. كل مجالس الادارات يا كابتن وليد بيتعاملوا ان انت مش ابن النادي. لا لا انا ما لا اعرفش، يا لا اخي لا 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 تاخد لا عليه، لا انا بفهم انا بتكلم عن مجموعه معينه لان او هم مجموعه حاليا وقالوا دلوقتي على حاجات كتير. حاليا.